لو سمح رحل عبد الله السعيد او احمد فتحي يبقى عندنا مشكله في المنطقه. لا ما نتمناش ان هم يرحلوا، لكن طبعا هنخسر لعيبه مهمه، يعني عبد الله السعيد في غايه الاهميه وفتحي في غايه الاهميه، لكن تملي بقول لحضرتك يعني لو تقولي دلوقتي تتمنى اقول لك لا ان شاء الله هنجدد ليهم ويبقوا موجودين، لكن كره القدم وارد فيها كل شيء. معلول الصحف التونسيه بتقول ان هو قد يذهب الى محطه اوروبيه اخرى. لا ما فيش حاجه اتعرضت علينا خالص لغايه دلوقتي يعني. لا خالص، وهو باقي معانا ان شاء الله ومستمر معانا ان شاء الله. اسمح لي نخرج فاصل قصير. بتعتبر عبد الله السعيد يعني هو ذكر مانويل خوزيه ملوش بديل في مصر؟ مش ملوش بديل، يعني ما في ناس بتلعب في مكان عبد الله السعيد، لكن مواصفات عبد الله السعيد بعيده عن كل الموجودين، يعني احنا لو بنتكلم على اللاعب اللي بيلعب في مركز عبد الله السعيد، عبد الله السعيد في الوقت الحالي وبقاله كذا سنه هو بعيد، هو الافضل في المكان ده، مفيش حد قريب منه يعني. بس